معنا مشاهدينا الكرام اذا عبر سكايب من برلين رئيس جمعيه ضحايا سجون الاحتلال الامريكي الايراني في العراق سيد علي القيسي، مرحبا بك. اهلا وسهلا، حياكم الله. وحياك. اذا في اليوم العالمي لمناهضه التعذيب، كيف ترى اوضاع السجون عموما في العراق؟ الحقيقه اكثر ما يعني يعمم ويفاقم كارثة السجون في العراق هو انهيار منظومة القضاء في العراق. منظومة القضاء في العراق تعاني انهيار كامل، وبالنتيجة المعتقل لا يسمع منه، يعني حتى حين يقدم تقارير طبية في المستشفيات، هناك مستشفيات الآن وهناك أطباء يعني يتحملون يجازفون مجازفة كبيرة ويتحملون مسؤولية كبيرة حين يقدمون تقارير طبية تثبت تعذيب المعتقلين في القضاء، لكن للأسف بسبب انهيار منظومة القضاء في العراق وتخليها عن أبسط المبادئ اللي يتحلى بها المفروض أي قاضي في العالم، نجد أنه لا يتم الأخذ بهذه التقارير. وهناك حالات ثبتت لدينا بأنه تم يعني معاقبة أو متابعة أو تهديد أو فصل، حتى فصل أطباء قاموا بإعداد تقارير عن حالات التعذيب. كارثة التعذيب في العراق كارثة مركبة بسبب انهيار منظومة القضاء وعدم وجود أي وسائل يعني تضمن حق المعتقل حتى في مسألة المحامين. المحامي الآن في العراق للأسف تحول إلى رائش، يعني هناك راشي ومرتشي وهناك رائش. المحامي دوره أما يقدم رشوة أو ليس له أي دور في الدفاع المعتقلي. الكارثة الأخرى هي مراكز الحد المؤقتة أو البدائية. نحن لا نتحدث عن السجون اللي بين قوسين ما تسمى وزارة العدل، مراكز الاعتقال البدائية اللي يصل عددها بالآلاف بالعراق، هذه المراكز يتم بها ممارسة أبشع أنواع التعذيب ويسبب عاهات ويسبب الوفاة ويسبب يعني حالات كارثية جدا. لذلك منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن الحالة الحقوقية عموما في العراق ذكرت أن التعذيب في سجون العراق تصل إلى حالات بتر أطراف. ألا توجد مراقبة للسجون داخل العراق؟ لا توجد أي مراقبة بالسجون في العراق، وللأسف أنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق للأسف، وأنا أقول هذا، أنها بدأت يعني تفقد تاريخها وتفقد سمعتها من خلال تهاونها عن حقيقة ما يجري في السجون العراقية. ونحن نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذا كان وجودها في العراق لا يقدم منفعة للمعتقلين فعليها أن تعلن ذلك أو تغادر، لأن الآن ما تسمى الحكومة العراقية والأجهزة اللي تقوم بالاعتقالات دائما تحاجج المنظمات الدولية بأن ICRC أو منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها مكاتب في العراق وتزور السجون، في حين أنه عملية زيارة السجون تختصر على ثلاث أو أربع سجون في العراق فقط. وللأسف سجلنا حالات من خلالها تأكد لدينا بأن حتى منتسبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حملة الجنسيات الأجنبية، وأؤكد هم عرب من حملة جنسيات أجنبية، في كثير من الحالات تواطؤوا وتستروا على عمليات التعذيب. الجهة الوحيدة الآن التي تستطيع أن تنقذ العراقيين في السجون هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وللأسف هذه اللجنة بدأت تفقد تاريخها وتفقد حياديتها ومهنيتها، وعليها أن تتخذ إجراء سريع في هذا الأمر. طيب، ذكرت في بداية حديثك عن غياب دور القضاء في العراق، يعني ما خطورة غياب دور القضاء في هذه الحالات الصارخة من التعذيب في العراق؟ هذه مشكلة وهذه كارثة. انهيار منظومة القضاء في العراق
نحن نتذكر أن الاحتلال حينما أتى للعراق فصل أكثر من 1500 قاضي من خير، والقضاء العراقي يعني معروف أنه هو القضاء الأفضل في الدول العربية، وكانت عندنا هناك محكمة تمييز العراق كبرى ومحاكم مختصة ولجنة السلامة الوطنية وغيرها من المسميات. والأهم من ذلك أن لا توجد محكمة شرطة. الآن الجرائم التي ترتكب على يد ما تسمى بمكافحة الإرهاب أو شرطة الوطنية أو سمها ما شئت، لا يوجد هذه المحكمة أساسا بعد 2003 تم حلها ولا وجود لها نهائيا، في حين أن محكمة الشرطة كانت من المؤسسات القضائية المهمة والراسخة في العراق اللي تحاسب على الانتهاكات في هذا المجال. نعم. فنحن أمام كارثة مركبة تتمثل في انهيار منظومة القضاء، عدم وجود محكمة شرطة، عدم وجود رقابة، والحل الأوحد الآن هو الطلب من الأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص لمتابعة قضايا المعتقلين بالعراق. إذن هذه الانتهاكات تعد جرائم، هل من طرائق لمحاسبة مرتكبيها على وفق القانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني يمكن محاسبة، ولدينا وثائق ولدينا أسماء ولدينا أدلة وتثبت تورط ميليشيات وقادة ميليشيات وقادة شرطة وأحزاب وغيرها في عملية التعذيب. المطلوب الآن، وأنا هنا أوجه كلامي لما تسمى بهيئة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، هيئة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي هذه اللي تعينت في الدورة الأخيرة بدأت تصدر بيانات وتتحدث علي، وآخر تصريح لها كان أن العراق بحاجة إلى قانون لمناهضة التعذيب. القوانين في العراق موجودة لكن من يطبقها؟ المطلوب الآن من إذا كانت صادقة هذه الهيئة، هيئة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أن تتوجه إلى الأمم المتحدة وتطلب تعيين مقرر خاص، وهذا الأمر يحفظ يعني حياة العراقيين ويجعلها ذات مصداقية، لأننا الآن لا نصدق بسبب تورط يعني هذه هيئة حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان كلهم لديهم ممثلين في هذه الأحزاب، يعني في أجهزة الشرطة والجيش والميليشيات. هنا تبين مصداقية هذه الهيئة، وأتمنى أن تأخذ الإجراء الصحيح، وإلا لا فائدة من تصريحاتها التي أغلبها يعني منقوصة أو مبتورة أو بهدف تصفيات شخصية بين الأحزاب والبرلمانيين. عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا السجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك.